هنا على هذه الأرض التي تحرسها أرواح آبائكم وأجدادكم، كان أول تنظيم اقتصادي يحفظ الحقوق والملكية والبيع والشراء، وأول عقاب للمتجاوزين على حقوق الناس. وهنا كانت أول قصيدة الشعر، وأول قاعدة في علوم الرياضيات، وأول مخطط عمراني، وأول لحظة وحي ونبوة. نقول ذلك ولا نتعب من التكرار، حينما ذكر العراقيون كل هذا الأرث ومسؤوليتهم التي تناقلت الأجيال ووصلتنا وسننقلها للأجيال القادمة، لنقول لهم بكل وضوح وصراحة تليق بعصر التكنولوجيا: هنا العراق، هنا الدولة، وليس أمامنا من خيار كعراقيين إلا الدفاع عنها وحفظ تاريخها ومنع المتلاعبين بمقدراتها. هذا النبع التاريخي الذي اسمه العراق، التاريخ، التنوع، الجغرافيا والثقافة والعمارة والفنون، التجارب المتراكمة بأحداثها السعيدة والمرة، اللغات المتفاعلة، كلها ليست مصادفات بل هي جوهر مفهوم الدولة الذي فرض نفسه عام 1921 رغم كل الاستجالات والاجتهادات. ونحن نقول اليوم آن الأوان أن ننظر إلى دولتنا بموضوعية ونفتخر بمنجزاتها ونعترف بأخطائها ونمضي للأمام متسلحين بإرثنا وقدرات شعبنا لنكون إلى جانب الدول الناجحة. شعبنا العاشق للدولة والمعادي لمن يعاديها وقف مع بلده في أخطر مرحلة مر بها تاريخ العراق الحديث، وعرفنا في كل خطوة خطوناها إننا كنا مخلصين له ولمستقبله وأوفياء لإرثه، حتى عندما كان البعض يمارس حقه الطبيعي في نقدنا وعتابه، فإنه كان وما زال ينتظر منا الكثير، ينتظر منا ما يستحق وما يستحق العراقيون الكثير. أقول هذا إلى الشعب العراقي العظيم في كل مساحات الوطن والاختراب أيضا: العراق بدأ يستعيد عافيته الكاملة وتشفى جراحه تباعا، وينهض من كبواته ليحتل مكانته الطبيعية بإرادة شعبه الذاتية. جيراننا وأشقائنا والعالم يتفاعل مع إرادتكم الحرة، أنتم يستمع إلى صوتكم العراقي النابع من أعماقكم، أنتم أهل العراق وأصحاب القرار فيه، وأنتم الدولة. بعد أيام نشهد أيضا انسحاب كافة القوات القتالية التحالف الدولي من العراق في نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي، وسيكون دورها في مجال المشورة كدلالة على قدرات القوات العراقية البطلة بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار الشعب. الشعب العراقي الكريم، وسط تجاذبات واجتهادات سياسية أفرزت الانتخابات الأخيرة، يجب أن يطمئن الجميع: لن نسمح بمس أمنكم واستقراركم. ورغم كل الخلافات والاجتهادات، فإن القوى السياسية الوطنية العراقية والتيارات الجديدة والمستقلين والنخب هم أبناء هذا الوطن وهم حريصين عليه وعلى أمنه، وإن الاختلاف في وجهات النظر والتوجهات يتلاشى أمام إيمان الجميع بأن العراق هو مظلتنا وهو بيتنا الوحيد، وأن العبث به خط أحمر. على المستوى الشخصي أقدر عاليا كل التعاطف ورسالة اطمئنان وتضامن وصلتني بعد العملية الإرهابية التي استهدفتني قبل أسابيع، وأقول بهذا الصدد إن حياتي ليست بأغلى من حياة أي عراقي على امتداد الوطن، ولكنه أيها الأعزاء طريق الدولة نعبده معا بإرادة عراقية خالصة ونقية، ومن أجله يسهل كل الصعاب وترخص أمام عظمته أرواحنا. أخواتي، أخواني، أبنائي، في عراقنا الذي نفتخر بانتمائنا إليه وانتمائه لنا، طريق الدولة العراقية قد يكون صعبا ومؤلما، لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا
وأحفادنا أن يمضوا إليه، لأن لا دولة هي خيانة لأنفسنا أولاً وللأجيال القادمة من بعدنا، وقبل كل ذلك خيانة لإرثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة. والعراقي لا يخون ذاته ولا يخون وطنه. في هذا اليوم المجيد ذكرى مئوية الدولة العراقية أقول لكم قرب من الزمان مضى وقبله قرون طويلة، وما زلنا على هذه الأرض الطاهرة، أرض دجلة والفرات وشط العرب، أرض الجبل والصحراء والسهل الرحيم، أرض أجدادنا قبل ألف ألف عام، وأرض أحفادنا بعد ألف ألف عام إن شاء الله. هذا عراقكم موطئ آدم ومولد إبراهيم عليه السلام، وأرض الأنبياء والصالحين، دولة السومريين والبابليين والآشوريين والأكديين، عاصمة أبو الحسنين ومثوى جسده الطاهر، وثورة الحسين وإرثها في دمائنا جيلا بعد جيل، أرض الحضارة الإسلامية وأرض المرجعية الرشيدة في النجف، وطن الشعر والثقافة والفن والإبداع. هذا هو عراقكم، هذا هو العراق، عراقكم وعراق كل البشرية، والحفاظ عليه وعلى أرضه واجبنا جميعا. عاشت القوات العراقية البطلة، عاشت القوات المسلحة الوطنية العراقية بكل صنوفها، عاش الوطن، عاش الشعب.